أن نتساءل اليوم عن ماذا تحقق بعد 8 سنوات. نحن نطرح سؤال حصيرة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وواقع الحال يؤكد أن المغرب يعيش ارتياح صوتية واضحة من خلال العودة القوية للقمع والاعتقالات والمتابعات في حق المناضلات والمناضلين. المحاكم هي والحقوق فينا هي، والحقوق فينا هي، يعيش التحققية واضحة من خلال العودة القوية للقمع والاعتقالات والمتابعات في حق المناضلات والمناضلين، متابعة أخر الله حمون وعبد الحق حسان ومناضلين آخرين بتهم واهية، تخفي محاكمات سياسية لمواقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والأحكام القاسية في حق معتقلي الحراك الشعبي في الريف وجرادة وغيرها من المناطق، والقمع الهامش لحركات الاحتجاجية السلمية مجالية وفئوية كان آخرها ما تعرض له نساء ورجال التعليم في مسيرة يوم الوطنية يوم 20 فبراير بالرباط على الرباط. صامتة صامتة سيدتي مناضلة، صامتة صامتة سيدتي مناضلة، صامتة صامتة مع والأستاذ لا يخضع، بعد إغراق ميزانية الديون التي بلغت أكثر من 90% من الناتج.